السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في فيديوهات أو آخر وفي فيديو آخر موالي في سلسلة تعلم حل مكعب الروبيكس. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى هي المرحلة الثانية بعدما قمنا في المرحلة السابقة بتشكيل علامة زائد هنا في الوجه العلوي طبيعة الحل الأبيض، وقلنا بأنه يجب أن يكون الأبيض مع البرتقالي هكذا، ثم هذا الشكل الأزرق مع الأزرق، ثم الأحمر مع الأحمر، ثم الأخضر مع الأخضر، والبرتقالي مع البرتقالي. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتمكن من تشكيل أو إيجاد هذه المكعبات بطبيعة الحال الموجودة في الجوانب. إذن فهي كذلك طريقة بسيطة، نبحث فقط عن الألوان المناسبة. فمثلا هنا لاحظوا جيدا، هنا ما هو المكعب الذي يجب أن يكون هنا؟ المكعب الذي يجب أن يكون هنا يجب أن يكون في الأعلى أبيض، وهو في هذه الجهة يجب أن يكون أحمر، في هذه الجهة يجب أن يكون أزرق. إذا نبحث عن المكعب أبيض أزرق أحمر، أبيض أزرق أحمر، نبحث عنه. أبيض أزرق أحمر أين هو؟ إذا وجدته هنا في الأسفل، أبيض أزرق أحمر. جيد، الآن سأتي بمكانه إلى مكانه الصحيح بطبيعة الحال، ولكن دون أن أقوم بتغيير هذه العلامة، يجب أن أحافظ عليها بطبيعة الحال حتى أشكل المكعب بشكل صحيح. إذن كيف سأقوم بوضعه في المكان الصحيح؟ إذن قلنا هنا هو المكان الصحيح هنا، إذن سأحاول أن أأتي به إلى هنا. لاحظوا جيدا، عندما أأتي به إلى هنا بطبيعة الحال نلاحظ أن الأبيض في هذا الوجه، في هذا الوجه أبيض. إذن سأعيده إلى مكانه كان هنا. إذن كي أحصل على، لابد أن أقوم بإدارة هذا الوجه الذي أريد أن أضعه مكانه. إذن أريد هذا المكعب أن يكون مكان هذا المكعب، إذن سأقوم بهذه الحركة البسيطة هكذا. إذن هذا المكعب سيصبح هذا المكعب مكانه، لاحظوا جيدا بحركة بسيطة أصبح مكانه، لاحظوا جيدا. إذن أصبح هذا المكعب في مكانه الصحيح، ثم أعيد الوجه إلى مكانه الصحيح هكذا، لاحظوا جيدا. إذن هذا المكعب الذي هو أبيض أزرق أحمر أصبح في مكانه الصحيح. جيد، الآن نبحث عن المكعب الموالي الذي بطبيعة الحال المكعب ذو ثلاثة أوجه، يعني أبيض أزرق برتقالي، أبيض أزرق برتقالي، سأبحث عنه. أبيض أزرق برتقالي، لاحظوا جيدا كذلك يوجد هنا في الأسفل، أبيض أزرق برتقالي. إذن أبيض أزرق برتقالي يريد أن يكون هنا، أبيض أزرق برتقالي هكذا سأحوله. جيد، إذن هنا أبيض أبيض مع أزرق وبرتقالي، أريد أن يكون هنا بطبيعة الحال سيكون مكان هذا المكعب. إذن كيف سيكون هذا مكان هذا المكعب؟ بطبيعة الحال أعيده إلى هنا وأقوم بهذه الدورة بتدوير هذا الوجه حتى بطبيعة الحال أجلب هذا المكعب إلى مكان المكعب السابق الخاطئ الذي يوجد في مكانه الخاطئ. الآن حصلت على هذا المكعب في مكانه الصحيح. جيد، الآن نعم جيد، الآن حصلت على هذا المكعب في مكانه الصحيح، برتقالي أزرق أبيض. جيد، الآن ننتقل إلى هذا الركن وهذا المكعب. بطبيعة الحال هنا لدينا أبيض وأخضر وبرتقالي، أبحث عن الأبيض والأخضر والبرتقالي، لاحظوا جيدا، أبحث أبيض وأخضر وبرتقالي.
لا، أبيض أخضر برتقالي يوجد هنا، أبيض أخضر برتقالي فهو في هذا المكان. لاحظ جيدا، لكنه ليس بالشكل الصحيح، يوجد في المكان الصحيح ليس، ولكن ليس بالشكل الصحيح الذي، إذن أما سأقوم به، أولا سأقوم بإزالته من هذا المكان، من هذا المكان، ثم تعويضه بمكعب آخر حتى يعني أجعله بالشكل الصحيح الذي يناسبها. إذن كيف ذلك؟ سأقوم بهذه الحركة هكذا. إذن الآن أزلته من مكانه الصحيح هكذا، وأعيد هذا المكعب، ثم بعد ذلك أعيد له الوضعية بالشكل الصحيح. إذن لاحظوا جيدا، أبيض، إذن سأقوم بهذه الحركة، دائما نفس الحركة التي نقوم بها في الوجوه السابقة، وأقوم بهذه الحركة، ثم بعد ذلك أقوم بتدوير الوجه بشكل بسيط. لاحظوا جيدا، الآن حصلنا على هذا المكعب في مكانه الصحيح، بقي لنا مكعب واحد في المكان الصحيح هو هذا المكعب. بطبيعة الحال كذلك سنقوم بهذه الحركة البسيطة لكي أتي به إلى مكانه الصحيح. لاحظوا جيدا، بطبيعة الحال سيكون مكان هذا المكعب. إذن سأقوم بهذه الحركة، ثم أقوم بهذه الحركة وأجلبه إلى مكانه الصحيح هكذا بالشكل الصحيح وبكل بساطة. الآن قمت بتشكيل الوجه الأول والوجه العلوي الأبيض. طبيعة الحال ليس فقط أن يكون هنا أبيض، لكن لابد أن يكون هنا نفس اللون مع اللون الموجود في الوسط، لأن أخضر، ثم هنا لدينا اللون الأحمر مع الأحمر، ثم هنا لدينا طبيعة الحال أزرق مع اللون الأزرق، هذا هو الذي يهمنا. أما هذه فهي لا تهمنا وليست في مكانها الصحيح. ثم هنا كذلك البرتقالي مع البرتقالي وأخضر مع الأخضر. إذن شكرا لكم، وأتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله لتشكيل الوجه الثاني أو الصف الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.